عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سوف نقوم بإنجاز تمرين 18 صفحة 74 من الكتاب الدراسي المحيط في الرياضيات. التمرين أعطاو فيه كما كتلاحظوا هو واحد الشكل، أعطاو فيه سطح الأرض، الحائط، وأعطاو مصباح ضرب في أحمد، وأحمد أعطانا الظل ديالو على الحائط كما كتلاحظوا حنا بالخضر عفوا، قالك بعد إضاءة أحمد بالمصباح راح يدلو على الحائط الشكل كما نلاحظوا. إذا علمت أن أحمد يبعد عن المصباح بجوج فاصلة خمسة متر وعن الحائط بثلاثة فاصلة سبعة متر وطول قامته واحد فاصلة ثمانية متر، فحدد طول أحمد على الحائط، أعطي قيمة مقربة إلى صفر فاصلة صفر واحد. إذا هذا أحمد، وقف هنا، ضربناه هنا بالضوء، ضربناه بواحد البولة بالضوء، عطانا الظل ديالو هنا في الحائط. قال لك حنا نحسبوا الطول ديال هاد الظل هنا. اذا هو واقف هنا، غنديروا لدينا نسميو الظل ديال هذا الطول ديال القمة هو هاش الارتفاع فقط، مثلا هاش تساوي ماذا؟ تساوي عفوا نحاول نطبق بعد الطاليس المباشرة ديالي، لدينا نسمي هذه بالأحرف باش تجي الكتابة صحيحة 100%. إذا عندنا ناخذ هنا مثلا نقطة أ، وهنا بي، وهنا سي، وناخذ هنا إم، وهنا مثلا إن. إذا غنديرو أ بي على أ سي، أ بي على أ سي كتساوي أ إم على أ إن تساوي بي إم على إن سي، و إن سي هي اللي كنقلبو عليها هي هاش، و إن سي هي اللي كنقلبو عليها هو هاد الطول ديال الظل ديالو اللي هذا فاش طبناه بالضو الظل ديالو لصق في الحيط فاش عطانا هاد الطول ديال الظل ديالو. إذا شنو غادي تجينا؟ غادي ناخذ القيم اللي عندي معروفة، ما غاديش ناخذ أنا كلشي، غناخذ القيم اللي عندي معروفة. كما كتلاحظوا لي كادريت انا بالاحمر بالخضر، ما ناخذش انا ا ام و ا ان. اذا غادي تكون ا بي على ا سي كتساوي بي ام على هاش كما كتلاحظوا في شفتوا هاش اللي هي ان سي هي الارتفاع اللي كنقلب عليها، اي ندير جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين باش تجينا سهله، هي ا سي في بي ام، يعني هاش كتساوي ا سي في بي ام على ا بي. اذا ا سي كم تساوي؟ ا سي اللي هي جوج فاصلة خمسة زائد ثلاثة فاصلة سبعة مضروبة في بي ام اللي عطاوني كتساوي واحد فاصلة ثمانية على ا بي اللي هي جوج فاصلة خمسة. حسبوا هادي بالآلة الحاسبة، غادي تعطينا أربعة فاصلة أربعة أو ستة وأربعين، أربعة فاصلة ستة وأربعين متر. إذا الطول ديال الظل ديال القامة ديال أحمد هي أربعة فاصلة ستة وأربعين متر، اللي غتعطينا في الأخير إلا ما قالك قيمة مقربة إلى صفر فاصلة صفر واحد. ما معنى صفر فاصلة صفر واحد؟ يعني جوج الأرقام رقمان بعد الفاصلة، هذا هو المعنى ديال قيمة مقربة إلى صفر فاصلة صفر واحد، قيمة مقربة إلى صفر فاصلة صفر واحد كتعني هاد رقمان بعد الفاصلة. أنا خرجت لي أربعة فاصلة أربعمية وأربعة وستين، أربعمية وأربعة وستين بطبيعة الحال أنا خدنا غير ستة وأربعين وأنا خدت أربعمية وأربعة وستين كاملة، وبعد نكون حسبت الطول ديال القامة ديال أحمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.